السلام عليكم ورحمة الله. أخوي احنا هاد الناس تاو الخميس ماشي ضدهم، هاد الناس هادو احنا بغيناهم يجيو هنا يعمروا السوق، وباش نقولوا لهم لا حيدوا من هنا ولا حيد من هنا، راه تكلفوا الدراري، والدراري اللي كانوا تما راه جابوهم لهنا فين ها هما. انت تشوف احنا اش بغينا؟ بغينا يهضروا على المواطن اللي بغينا يجي هنايا، المواطن اللي بغينا يجي يتقدم عندنا يعمر لنا السوق. هما لا جينا احنا، انت تشوف بحال دابا ها هما الناس اخويا مفرشين، ها هما شتيهم، ها الناس ها هما مفرشين شتيهم، ها هما ما تيبيعوا ما تيشريوا، وكاينين الناس سوق بولا ربحها بغا يجيوها، ماشي ما بغاش يجيو، ولكن باش يجيب واحد السلعه وتقعد تخسر ليه هنايا لا. راه الناس الله يكون في العوان راه تتقلب على القوت ديال اليوم، كاين اللي ما غدا ما عندوش ما يصير، ولكن باش يجي لهنا راه ماشي ما بغاوش يجيوها معنا الدراري تما، ها كاين بغاو يجيو لهنا، ولكن باش يجي واحد سلعته هنا ويبقى تتخسر ليه. حنا دابا ما ضدش هاد الناس، ما ضد حتى شي واحد، حنا بغينا المواطن، بغينا هاد الناس تاوع كوكو تاوع النزاله وتاوع زمران وتاع دوار الظلام والسيبه ثلاثه والسيبه اربعه وسيدي يوسف، يجيو لهاد السوق هادي يتقداو منه باش يعمر، ها هما يتعاونوا معنا حنا راه خوتهم وعائلتهم حنايا، ها هما راه انت تشوف، ها هما الناس ها هما شتيهم، ها الناس ها هما فينهم في الرشا، ولكن مع من بغات تبيع وتشري راه كلشي بيجي هنا، والسوق راه قد كلشي قدو، الناس تاع الخميس راه هما تما. اي باش تقول لي لا راه ما بغيناهمش، لا ما بغينا، كاين واحد المبلبلين عارفين راسهم، راه عارفين راسهم، هذوك ما بغاو هذا السوق هذا يخدم. حنا من 2008 وقت ما بيجيبونا تنجيو، وقت ما حطونا هنا تنساونا، تنعاودوا نجيبوا داكشي اللي جبنا كله تناكلو، تنضيعوا في داكشي اللي جبنا، ما تبقى عندنا والو حتى شي حاجه، ما تتبقى تنعاودو نتبعوهم تنتشتو. هادشي اللي كاين فيها الشباب، فيها الناس كبار، عطاو الوراق اللي ما يتستاهلوهمش، اللي ما تيبيعو ما تيشريو، راه شادينهم تيجي عندك تقول لك ها ورقتي يلا نودي تقلعي من بلاصتي، بيض دابز بغا يخلي معط. انت مراه كبيره، انت مراه صغيره، كيما كان الحال. سمعت يا ولدي؟ الله يجزيكم بخير، الا ما وقفوا معنا ورحنا بايعين وشاريين لا قسم الله تعالى، رحنا هي مساكن كل شيء تشوف فيه. انا تندير الماكله، اسمع ولدي، تندير الماكله وتجي يفطروا عندي الشباب وما تخلصونيش، ما لقاو باش، انا ما عنديش وهما ما عندهمش. سمعت يا ولدي؟ انا ما عنديش وهما ما عندهمش، الله يجزيكم بخير. الا ما درنا واحد الماقر نعرفوا حتى حنا مع من كاينين، ونعرفوا مع من ماشيين، والناس راه ضايعين، راه ضايع كل شيء ولدي، ضايع كل شيء ولدي، ضايع. راه اللي جبناها ما كفات ليناش وليدي في هذا السوق، راه ما كفات ليناش في هذا السوق، الله يجزيكم بخير. إلا ما تشوفوا راه بغينا هذوك الناس اللي كاينين على برا وجاو شدوا النماري هنا وصاروا قاعدين بايعين وشاريين، حنا راه قاعدين هنا ما بايعين ما شاريين، تيجي تقول لك ورقتي، اش من التزام؟ اش من التزام؟ شاد المراه، شاد الراجل، شاد الولد، شاد حنتي هذاك نسيبهم، عندهم اللي تينوب عليهم، حنا عندنا الله وانتوما، ما عندنا اللي ينوب علينا، عندنا الله وانتوما. الله عاش الملك، سمعتي؟ عاش الملك، تنشدوا بالله، تنشدوا بالله وتنشدوا بكم، حنا راه ما عندنا لا منتكا ولا مخزن ولا حتى شي حاجه، عندنا الله تعالى شادين وراقهم تيحولونا من بلاصه لبلاصه. 2008 قسم بالله الا ماتوا فيها نجي الفرماشة. ايه نجيب لك انا، ها هو ها هو هذا طيش، ها هو ها هو طيش الطب، ها هو طيش الطب، والله ما تنعطيه انا درهم، وسولوا واش يفطروا عندي الدراري وما تيخلصونيش، باش بغيت نكون اوليدي، باش بغيت نكون 2008 بالله. والراجل المريض، والراجل المريض اوليدي، لا حتى اللي بغيتو تطلعوا طلعوا على الديور، وطلعوا على الناس كي دايرين، وطلعوا على ماشي واحد داير جوج هو تقف يجيبو تيقول لك ها هما، وانا غادي تقلعي وتيجي مخيب صورته ولا تجيب خيبه صورته. حنا لا، حنا هي مساكين، هي ضعفاء، الله يجعل البركه في سيدنا وفيكم.
انتم ملتا توصلوا، الله يجعل البركه في سيدنا وفيكم. انتم ملتا توصلوا. عاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم. اش واقع بعدا؟ واقع التخلويض اخويا، واقع التخلويض في هذا السوق. الشفاره واكلين وداروا فيه ما بغاو، قالوا شربوا صراحة الله. وحنا كنطلبوا من سيدنا وكنطلبوا من الحموشي الله يخليه لنا حتى هو يجي يشوف هذا الشيء هذا اش واقع. التحقيق في هذا الشيء خصو التحقيق. راه دخلوا ليه الشفاره راه قالوا، ومن هاد السيده هي تقول لكم هي مسكينه راه ما غادي تكذب ما والو، ما غادي تنافق حتى هي، هي غادي تهضر هي وغادي تعرف كيف تهضر. السلام عليكم اوليدي. حنا كاع ما غادي نقولوا ولدي كرفصونا في هذا السوق سنين وحنا فيه، من ايام سوق الربيع حولونا وما عطاوناش. كان معاهم راجلي وتوفى الراجل، ملي رحلوا توفى لي راجلي وبقيت انا هكاك. ملي حولوهم لهنا جينا تنقعدوا معاهم وعطاونا شي قواعد، ما داخلين ما خارجين. دروك قالوا لينا ما قداو لكمش، عند البطاقه ثلاثه وعندنا شحال من قاعد صورناه ما قدينا به والو. الله يرحم لكم الوالدين والله ينصر سيدنا وجلالة الملك والحموشي، والله يرحم لكم الوالدين. ها حنا في وسط وليداتنا راه شافونا وعارفيننا ومكرفسين ما قدينا حتى حاجه. دابا حنا نشوفوا اش كاين دروكا حاليا. حاليا السوق فيه بزاف ديال المشاكل، خصنا كيفاش اننا نحلوا هذه المشاكل. هذه مشاكل كثيره، نتعاونوا لا حنا ولا سلطه ولا هاد الناس ولا كذا باش ننجحوا هذه البتيره. هذا سوق، هذه مبادره ماشي وطنيه ولا ماشي كذا، هذا مبادره ديال المجلس الجماعي. لا يكونوا الناس غالطين، المجلس الجماعي هو اللي دار هذه البتيره. الله يجازي الناس اللي داروا هذه البتيره هذه وساهموا فيها وجراوا وجراوا باش حطوا هذا المرفق. هذا راه مرفق عمومي كبير، خصنا نتعاونوا فيه باش اننا ننجحوه. دابا الناس اللي تيقول لك رانا الناس البياع والشرايه، ما كاين لا بياع لا شرايه، كاين تيجي اللي تيقول لك باهي البلاصه، لا المراه ولا الراجل جايبو مسكين باهير يقعد وباقى لك البلاصه. حنا راه ما عندناش البلاصه، عندنا البيع والشراء والتجاره. هذا مرفق ديال التجاره، مرفق ديال البيع والشراء. اللي جا باع وشراء راه هو اللي كاين، اللي ما باع وشراء راه ما كاين. باش ما نبداو تنكذبوا على عباد الله، نتعاونوا ونجحوا هذه البادره هذه، وهذا هو اللي كاين دروكا لحد الان. نتعاونوا مع الناس ونتعاونوا نجريوا في هذه المساله هذه وشكرا. خويا حنا من 2007 عطاونا هنا البلايص ولكن ما كاين والو. ان الجمعيات كلش كيقول لنا، كيقول لك جيت استفدت كذا، ولكن مازال ما استفدنا ما والو. حنا ماشي ضد الناس ولا ضد هاد الناس، حنا بغينا كلشي يستافد. حنا هاد السوق النموذجي عطاه لنا سيدنا، بغينا نستافدو ويستافد كلشي. ماشي تنجيو ها هو حنا ما كاين والو، حنا دابا جينا ما كاين شيء. وحنا من 2007 نهار الاول، هذا انت من الاسواق الاولين حنا من النهار الاول. ولكن هاد السوق اش فيه؟ فيه هو التخلويض، الخواضه فيه. هذا تيقول لك هذا كذا، علاش؟ ولكن السلطه خاصها تدخل في هاد الشيء وخاصها تحقق مع هاد الناس. كاينين دابا شي وحدين مستافدين وعندهم محلات وتيجيو هنا، وكاين اللي تتلقى عائله مقيد فيها جيب خوه خوه امو واختو مقيدين، وكاين شي واحد اخر مسكين اللي محتاج هذيك البليصه ما مستافدش منها. حنا بغينا الناس يستافدوا، وبغينا حتى السلطه دير الخدمه ديالها وتقلب وتعطي اللي يستحق. وشكرا. والشفاره الله، الشفاره هما اللي خرجوا على هذا السوق، هما اللي تعداو عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء الصلاه والسلام على سيدنا محمد جين اللي بينا نوضحوا للناس الصوره. هاد الناس ديال الباعه المتجولين اللي كاينين في الشارع خصهم يدخلوا السوق. اذا كنا بينا نخدموا السوق خصني نساهم انا وانت والاخر 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 والاخر، وغادي نخدموا السوق. السوق عطاو لنا عطاو لنا، ولكن السوق ملي كنتفاجئوا حنا تنجيو تنلقاو بلاتي اخويا، تنجيو تنلقاو هانتوما. اذا درتوا واحد المشاهده كتلقاو الانسان جاي حاط لنا فراشه ميكا او تقصيره هنايا، وتيقول لك اودي انا بائع متجول. اش اللي كيحميه؟ تيحميه واحد الشهاده اداريه واخا قبضها انايا. هذيك الشهاده الاداريه ما كتحميش الانسان، اللي تيحميني انا والاخر والاخر هو اللي جينا بعنا في السوق. الا بغينا السوق تكون وبغينا الناس تدخل وبغينا الناس تدخل باش تقتال عندنا، يعني اول حاجه خصنا نحطو حنا خصنا نحطو، التزموا نحطو. الناس دابا كاين اللي كاري البلاصه في راس البلان، كاين اللي كاري على ثلاثه الناس وربعه الناس وتيصور القوت اليومي، وكاينين الناس ديال راس البلان وديال السوق ديال شارع مصلى
وديال سوق الدبان اللي هما انهم جايين ها هما قاعدين هنا، ولكن تيقولوا لك علاش هاد الناس ما يدخلوا معنا لهنا؟ تيجيب كاع مثلا 60,000 ولا 70,000 ديال السلعه وتيحطها في بلاصتو وتياكلها، واش هو اللي تيجعلو حتى تياكلها؟ منين تيجي هو السوق وتيلقاو الناس قاعدين لهم في الشارع لهيه؟ لا جاو هادوك الناس وتجمعوا مع هاد الناس، كونوا على يقين بان الصوره غادي تعطى للناس اللي بيجيو يدخلوا ويتقداو. دابا ملي تيدخل الزبون نهضروا واقعيين، راه الكذوب ما كاينلاش. ملي تيدخل الزبون للسوق تيدير هكا تلقى ميكا تلقى الزوقه، ولا درت واحد الجوله بتلقى واحد 20 واحد 40 واحد حتى 50 واحد يلا حاطه ومتوكله على الله. حيت الانسان ملي تيبغي السوق وقبض هذيك الوثيقه تيقول لك هو تحميه تيديرها، ما يستحقش كاع هذيك الوثيقه، تيديرها بجيبو تيمشي تيقعد. كاينين الناس اللي قابضينها ما يستحقوش، كاينين الناس اللي قابضينها في الاداره، وكاينين الناس اللي قابضينها يستحقوا، وكاينين الناس اللي ما قابضينهاش، وكاينين في راس البلان، وكاينين في سوق الدبان، وكاينين في سوق الربيع ما قابضينهاش وبغاو هذيك البلاصه فين نصوروا ذاك القتل اليومي. يعني هذوك الناس ديال الفراشه الى نط السلطه وقالت لدوك الناس ديال الفراشة واش عارفين كل بلاصة تجي للسوق، راه غادي يجي للسوق. حنا هاد الناس اللي حطوا فاش يلا حطينا قالوا لنا ودي راه المرافق راه ما ديال السوق ما كايناش. مشينا لعند رئيس مجلس بلدي، ومشينا لعند السيد الباشا، ومشينا لعند السي قاضي، عند السيد القائد، ووصلنا لهم الميساج، وجاو خدموا في المرافق هما دخلوا لهم الماء هما نقاوهم لهم هما غدا ان شاء الله ولا غدا غادي يجيو الكفوف ديال هادوك المرافق. جاو الواد الحر سرحوه قالوا لنا حنا ك 30 واحد ولا 40 واحد مشينا عندنا هاد الناس، قالوا لنا انتم غادي تحطوا وغادي تبداو في العمل ديالكم وحنا نتموا معاكم في الاشغال ديالكم اللي خصات لهذاك السوق نحطوها. حنا كاينين شي ناس اللي قابطين البلايص وكارينهم وتيجيو كارين البلايص وتيدخلوا القتل اليومي وتيجيو تيهرسوا بحال هذا الانسان، تيهرسوا بحال هذا الانسان، وتيهرسوا بحال هذا الانسان، وتيهرسوا بحال هذا الانسان اللي جايب 60,000 و70,000 ديال السلعه وحاطها هنا، وتلقى هذوك في الشارع حاطين. يعني هذوك الناس كلهم يدخلوا لنا للسوق. من يدخلوا هذوك الناس للسوق يكون السوق راه غادي يمشي السوق ان شاء الله باذن الله تعالى، ويجيبوا لنا الناس الفلاحه اللي هما تيجيو الناس اللي الفلاحه اصحاب الجمله، يجيبوا لنا اصحاب الجمله لهنا للسوق، ويجيبوا لنا نعم سيدي الهوندات، يجيبوا لنا الهوندات نعم سيدي لهنا للسوق، وراه غادي يخدم السوق، وحنا غادي نتوكلوا على الله تعالى كما تنتوكلوا عليه ديما ان شاء الله باذن الله. ونقول لكم واحد القضيه، كاينين شي ناس هنا في هذا الخميس هذا ماشي عندنا معاهم حنايا شي مخاسمه ولا شي كذا، ولا غير هذوك الناس ديال الخميس جابتهم السلطه حطتهم تماك. كاينين شي ناس راه البارح درنا واحد الالتزام على قبل بالله، هذوك الناس قاعدين واحد 3 شهور ولا 4 واحد 3 شهور تماك. هذوك الناس اللي عندهم دوك البيض باش نوصل الميساج صحيح، راقبتنا واحد الوثيقه ديال تتحمي هذوك الناس اللي كاينين تماك، حيت هذوك الناس اللي كاينين تماك وتقساهم تماك هما اللي كاينين معنا ديما في السوق. من نهار تحل السوق هما اللي كاينين معنا في السوق، وهما اللي تيجيو رسميا للسوق. هذوك الناس اللي تقساهم تماك بالعكس هذوك هما اللي كاينين في السوق. هادوك الناس دوك الناس اللي تقساو من تماك وهما ماشي تم الاقصاء ديالهم، هما معنا في السوق. دابا راه جبنا لهم هذيك الوثيقه وراه مشاو معنا في الخط بالفعل، هما مشاو معنا في الخط وسكتوا وقال لك اودي ملي تكمل 3 شهور انا غادي كذا، هما حاطين معنا دابا هنايا وما بغاش يتصادموا مع هذوك الناس. والطلبات اللي تنطلبوا راه هما هادو، يجيبوا لنا هذوك الناس الله يجزيكم بخير، ويديروا واحد التحريات اللي يستحق هذيك الوثيقه يستحقها، واللي ما يستحقهاش ما يستحقهاش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.